العمل في أحد المصارف الليبية. هذا تمنيت سألتني عليه بكر شوية يا شيخ عبد الله، لأن لابد أن نبين كانت الفتاوى في الماضي فعل، كانت البنوك سبب ما يحدث للمسلمين هو الربا. في إضافة أسباب ما يحدث للمسلمين اليوم وغدوة وبكرة. في إضافة في الوقت يا شيخ، ليبيا بعد الثورة الحمد لله طيب ليبيا والحمد لله يعني جاءت الثورة، ولو لم يكن من فضائلها إلا هذه لكفت. أما أراه ما وقع من دماء ومن تغير في مسارها فهذا من الثورة المضادة. لو أنكم تعقلون الحيط قال للمسمار لما تشقني، قال سلما يدقني، للغرب وللثورة المضادة التي حولت المسار. ما كان المسلمون الليبيون يفعلوا ذلك لولا هذا. جاءت الثورة والآن ألغيت عدة القوانين وألغي الربا في المنطقة الشرقية. يعني أناس وضعهم الله في الحكم بدلا يشكر الله سبحانه وتعالى يمددوا في الربا سنوات خمسة وأكثر. لا أدري ما هم قائلون لربهم يوم يسألهم. في المنطقة الغربية حرم الربا وجعلت لجان تراقب المصارف، هيئات شرعية، ووضعت البدائل من مسألة الربا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على في المؤتمر الوطني وعلى دار الإفتاء وعلى يعني على الغيون على دينهم. وهذا من فضل الله اللي الناس الآن ما يبوش يشبحوه ودائرين عليه غطاء وحجاب أسود. فشي صار الآن؟ الآن طبعا بقي في المصارف أمور، منها من هو يهودي الطبع، هو مسلم لكن يهودي الطبع، قال لك المصارف ما تكونش إلا ربوية، وهذا يقدم أو يقول لك هي الآن فترة وبعدين ترجع كما كانت فيخدل أيضا. وفي ناس اقتنعت. المهم أن منع الربا الآن في البنوك الليبية من فضل الله سبحانه وتعالى، فالعمل فيها الآن جائز، العمل فيها بإذن الله سبحانه وتعالى جائز، لأن عدلت من مسارها والغط الأخضر على الأحمر وغرت القروض الربوية يعني تعافت إلى حد كبير من الربا. ولكن يا أخي إذا وضعت في مصرف ورأيت فيه بعض المخالفات لا تشتغل في ذلك المكان الذي فيه المخالفات. هناك أعمال كثيرة حلال ما فيها شيء، إمكان الشبهة أو إمكان فيه بعض المخالفات من بعض المدراء فلا تشتغل فيه. لأنه يشتغل بالحرام وأن تشتغل في غيره. لكن هذه وقفة لابد أن أقولها للشعب الليبي حتى يشكر الله عليها وأن ينصروا من نصر الدين. فإننا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. والله العظيم لن ينفعنا مال ولا جاه ولا إعلام ولا ظهور ولا شيء إلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كون بعد سجن، بعدها موت، بعدها مش عارف شنو هو تهجير، يعني كل بعد ما دام ربي راضي هذا هو الخير. جزاكم الله خير. نسأل الله تعالى أن يسبي علينا الرحمة وأن يحفظنا.